مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج عندي ما يفيد. برنامج عندي ما يفيد يستضيف هذه الليلة الفنانة ليلى حديوي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. لقبوك بزاف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بالبومادة الصفراء. بمعنى كنداوي. انت شنو كداوي؟ كنداوي الدماغ. نعم. كنداوي القلب. ما كيدخلش لك التمثيل مع عرض الازياء مع التقديم مع باقي ما درتش الاخراج. باغا ناويه ديريه؟ لا. ما تقوليش ليا. لا. شنو هو الاخراج من نظرك انت؟ لا داكشي شغل مالي، انا ما ندير شي حاجه اللي ما تنقدرش عليها. لا بالعكس، كاين كرف منك وديري الاخراج. راه الاخراج بالنسبه ليهم هو غير تخرج العينين. تخرج العينين، ولكن انا عندي واحد عندي سنطيحه، ما عنديش تخرج العينين. ما عندكش تخرج العينين. فين وصلتك السنطيحه ديالك ليلى؟ وصلتني عندك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. قولي لي، مؤخرا وقع واحد النزاع، ربما غادي مشيت للقضاء، انك تخاصمتي مع الزوج السابق ديالك اللي هو كريستيانو. لا. واش ما معترفاش بالابن ديالك؟ هذاك الشيء راه سي مواقع التواصل اللي كيبقى يقولوا الناس. بغيت نعرف شكون هذا اللي اخترع هذا اللقب هذا ديال الجلالي، وشكون هذا اللي جاتو الفكره بانني انا كنشبه الجلالي. حيت شي واحد جاتو هذه الفكره هذه، مي انا ما تنشبه لي ما كنشبه. تشبهي لي فوتوكوبي ليلى. انت لا كذبتي. فوتوكوبي ما نولدش انا هذاك الشيء. داك الشيء كنولد الزين. بغيتي تقولي زعما بنتك احسن من ولد كريستيانو؟ عمري ما قلت هذه الهضره هذه، انت اللي كتقولها دابا. اشنو المشكل اللي وقع بينك وبين كريستيانو؟ واش نقول لك، كانت واحد القصه قديمه وفي الاخر سالت بجلالي. ولكن اذا كاين انتاج. واش من انتاج؟ الله يهديك. علاش لحتي التدوينه ديالك مع كريستيانو كتقول ليه منك الله غادي ندعيك في المحاكم؟ لا ما قلتش هكا، كسبتها بالضحك باسكو كثروا عليا بزاف ديال لي فان كيصيفطوا لي داك التصويره، وانا درتها بغيو يطلعوا عليا طلعت عليهم. صافي هادشي اللي كاين. زعما كتضحكوا عليا حتى انا غنضحك عليكم. نعم. انت كتقلبي على الباز ولا هو اللي كيقلب عليك؟ بجوج. كتبغي الباز؟ ماشي كنبغي الباز بالي ما عندي ما ندير به، ولكن اذا كان باز زوين وي. ولكن راه ما دخلش ليا راسي، انا كنعرفك بديتي من الزيرو، ما عندك حتى ريال، هاكا الدوري بوم طن قرقلاف اتي وليتي ليلى حديو. كايوها الناس يعني، وحده كانت شابه صغيره كانت عندها احلام عندها طموحات ووصلت لداك الشيء اللي بغات، سي نورمال نكون بديت من الزيرو. كنتي بحالك بحال واحد مجموعه من البنات اللي باقيين دابا حاصلين، وانت صحاباتك باقيين حاصلين دابا. لا يعني شوف، فاش كيكون عندك واحد الهدف، فاش انا عندي واحد الطريقه تنخدم بها من نالي كنت هي اللي بغينا نعرفوا كيفاش توصلت ليلى حديوي. الطريقه ديالي هي كنكون في الأ كنبغي نوصل للبي، ومن نقطه البي كنمشي للسي وانا غاديه درجه بدرجه، حيت ما يمكنلكش تحرق. انت حرقتي المراحل. لا فين حرقت المراحل؟ يعني بديتي كعارضه ازياء، وليتي ممثله، وليتي مقدمه برامج. الوغ تيكسبليك، حرقت اذا حرقت المراحل هي كون درتهم بدقه كاملين. نعم. كتغلي بزاف. تلاقيت مع واحد الفنانه مؤخرا وراتني واحد السلهام بعتيه ليها ب 2000 درهم. ايوا ماشي غاليه. لي حاجه كتصوب باليد، وشي حاجه لي بيس اونيك، ولي شي حاجه لي كتصوب بالنفس. ديجا باش سير شري الثوب، سير لقى داك الشيء اللي غادير في الثوب، والفكره الناس كتجيهم سهله ولا غاليه الحاجه اذا كنتي كتصوبها بواحد، راه هي واحد المجهودات كبيره. شحال عندك تكشيطه في الدار؟ تكون عندي شي 10. صافي. عرفت؟ كيحسب لهم عندي انا بلاكار ديال القفار. دابا مني بدات المسيره ديالك في ميدان الازياء، شحال لبستي من القفطان؟ 100,000. شكون هي سفيره القفطان المغربي؟ واش نقول لك، كثروا ديامات سفيرات القفطان المغربي، ولكن هذا اللقب كانوا عطاوه لي انا الاولى، لانني كنت كندير بزاف ديال القفاطن، كنت كنلبس بزاف ديال القفاطن، وكنت كنحط بزاف ديال القفاطن على الانستغرام وتصاوري بالقفاطن. مثلا هذا اللقب ماشي دونك انت بغيتي تقولي انا اول سفيره قفطان في المغرب؟ انا اول سفيره قفطان المغربي. نعم. كتبيعي سلاهم؟ كنبيع سلاهم. شنو كتبيعي ثاني؟ وجهي. داخل في السلهام؟ لا بلاش. حيت اللي كيشري سلهام كيتفكر ليلى حديوي لان لا مارك ديالها. مثلا. شحال كتبيعي وجهك؟ على حسب لو بروجي. نعم. شحال اكبر رقم خديتيه في اشهار؟ 80 مليون. واقل رقم؟ 0 درهم. انا ما فهمت فيك والو، مره شعرك طويل، مره قصير، مره بين وبين، ما فهمتش شنو، واش كتستعملي شي فانيد ولا شي غبره؟ ناكل التبن. التبن مزيان للشعر؟ بيان سور جربها. في الصباح ولا في الليل؟ باش ما تبقاش ديك القصره وتبوك لك شعرك. نعم. تاكل التبن. شحال بالا قبل الفطور وبالا قبل الغداء وبالا قبل العشاء؟
اش كتاكلوا؟ تندير لي زيكستونسيون بحال اي أيوة الناس، ولكن مره كبيره مره مره طويله. اي ولكن اخر مره درت في الفيستيفال دو فيلم دو مراكش، جا عندي صديق ديالي اللي هو انس، قال لي علاش ما نديروش ان لوك جديد. قلت له يلا فازي. درنا لي زيكستونسيون. لي زيكستونسيون هما داك الشعر اللي كتلصق في طبيعي بيان سور، كتلصق تحت من الشعر ديالك وما تيبانش بانه ديال بلعاني. بصراحه ليلى، واش الجمال ديالك عاونك في مسيرتك الفنيه؟ انا ما كنقولش بانني جميله بعدا. انت ليلى، ولكن واش عاونك الزين ديالك؟ حيت الزين ديالك بلدي. الزين ديالي بلدي مزيان. داك انت كتشوف الزين ديالي بلدي، شي ناس كيشوفوه اوروبي. ما عرفتش واش الجمال، واش الصنطيحه، واش الجبهه، واش رضات الوالدين، واش انا تنقول بان ماشي الجمال. الا قلت انا الصنطيحه، انت اش غتقول؟ جبهه. ليلى ملي كتلبس قفطان كيبان قفطان قفطان يا قفطان. ايوا كيبان قفطان يا قفطان قالوها. نعم، بمعنى ليلى زعما عندها تقنيه ديال 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 عندي القالب. ها؟ عندي القالب. دابا انت قالب. لا، عندي القالب ديال القفطان. يعني كتعرفي تمشاي وتلبسي القفطان بالشكل اللي هو كيبين الجماليه ديال القفطان. اكزاكتومون، انت فهمتي. واش كتعتبري راسك زوينه فعلا؟ لا، عمري ما قلت لك راني زوينه. حيت قلت لي الزين ما كنعترفش. لا، قلت لك ما كنعترفش بالزين، كنعترف بشي حاجه سميتها لاتيتود، كيفاش كتلبس الحاجه، كيفاش كتلبس. تقدر تلبس الله يجعلك قفطان ديال 1000 درهم وتقدر تبينو زوين اذا كنتي كتعرف تبين القفطان. خصك تكون عندك واحد لا فاسون كيفاش تمشي بالقفطان، كيفاش تدفع، كيفاش اش تدفع؟ تدفع الصدر، تدفع شفا كومون تدير، هذاك الشيء ديال الله، هذاك الشيء فهمتي. ما راه حنا كاملين زوينين، خصنا غير نعرفوا كيفاش نخرجوا داك الزين اللي فينا ونرجعوه زوين. الزين اللي فيك. الزين اللي في كل واحد. واش ليلى حديوي دايره عمليه تجميل؟ هو خويا انت تشوف تصاوري من نهار اللي بديت وشوف دابا واش كاين شي عمليه تجميل. كون كانت فريمون دايره عمليه تجميل كون راه كاع لي فان تيكسبوها وتيديروها في لي ريزو سوسيو. حاليا كتستعدي للزواج؟ داري جبتي سكوب. شكون اللي قال لك هاد الهضره هادي؟ واش فعلا ولا لا؟ فعلا غنتزوج هاد العام. نعم، من الدومين ولا خارج الدومين؟ داك الشيء كيبقى شخصي ديالي. علاش كنتي كتخوفي قبل من الزواج ودابا خديتي هذا القرار؟ شكون اللي قال لك انا كنت كنتخوف من الزواج؟ حيت جاو بزاف ديال الفرص وتراجعتي لاخر لحظه. لا، حيت اللي ما فيه نفع دفع. هذا هو السياسه ديالك؟ هذه هي السياسه ديالي، ما عنديش وقت باش نضيع مع شي واحد اللي غنضيع معاه وقتي عاوتاني، دونك اللهم انفوي. ليلى حديوي، قلتي في التصريحات ديالك بان فارس الاحلام ديالك خصو يكون سبع. خصو يكون سبع، لان اذا ما كانش غيكون سبع نقدر انا ناكلو. ولكن انت خصك تكوني لابؤه. لا، حيت انا عندي واحد الكاركتير اللي انايا خص عندي واحد الكاركتير فور، اذا ما كانش شي واحد عنده كاركتير بلو فور كو موا نقدر ما عارف كيفاش نقول لك، خاص شي واحد اللي يكون اكثر مني في الشخصيه. لا، قلت لك شنو فارس الاحلام ديالك ليلى؟ هو انت. ها زعما ما فيهاش المواصفات ديال ليلى حديوي زعما بصراحه. واش عرفتي انت المواصفات ديالي؟ باش قلتي لي اخر حاجه كنت كنخمم فيها هي تكون المواصفات ديالي انا فيا. ايوا انتي علاش قبلت نجي عندك؟ حيت عيطتي ليا وداك الشيء فهمتي. زعما نهضروا في المسائل الشخصيه من وراء الحلقه. نعم، ندوزو الاراء ديال الناس ليلى حديوي ونشوفوا الشارع المغربي اش كيقول عليه. يلاه سير. ليلى الحديوي كنعرفها في التلفازه، كاع ما كنعرفها شخصيا. المهم ليلى الحديوي كتبان فنانه درويش الله يعمرها دار. المهم من خلال الملاحظه ديالنا ليه، كنعرف على مصممه، كتصمم وكدير هادشي ديال الطاز والخياطه، كتعرف تخيط ما بين هك وهك، خيطت راسها ما بين راسها وما بين هي فيرونا روسيا. عجبتني في هذاك الفيلم ديال اكادير، هو اللي عجبتني فيه هو كلشي. بالنسبه لليلى حديوي انا كتجيني واحد زعما واحد البنت يعني متميزه وواصله وهذه. ليلى حديوي صراحه ممثله مقتدره، عرفناها من خلال فيلم ساره، الفيلم اللي دارت فيه سوكسي، هادشي اللي تنعرف عليها، ومن تما دارت الديبار ودارت الانطلاقه ديالها مع سعيد النصير. اش بان لك في اراء ديال الناس؟ الله يرحم لهم الوالدين. غير انا شفت بزاف ديال الرجال ما كاينينش البنات، كانت بنت وحده. ربما كانوا مشغولين. بصراحة ليلى، شنو علاقتك بالمدرب رونار؟
ما عندي معاه حتى شي علاقه. داك السيد اول مره غنشوفو هي هذيك في ديك الفروسيا واخر مره هي هذيك فروسيا، دونك ما عندي معاه حتى شي علاقه. سي المدرب ديال ليكيب ناسيونال، سي لو مدرب، سي لو لونترينور، سي لو لونترينور، هو المدرب ديال المنتخب. وكنت فرحانه اللي خديت مع ديك التصويره، اي جات صدفه، لان على غندير واحد النقطه على هاد اللي دار ضجه في لي ريزو سوسيو، الوغ كو جو زعما ما تنكذبش عليك قسما بالله، الا كنت جالسه في لوطيل اللي كاينين هما وجيت ودرت الدوره بحال هكا، يبان لي كيشرب قهوه هو وليكيب وكلشي حساب لنبيل عياشي، وهضرت مع هذا وهضرت مع هادي، ونطت واحد الضجه اللي انايا فريمون قسما بالله الا كنت غير دايزه كنقلب، سي فري كنقلب، مي الحمد لله ربي سهل عليا. تلاقيت معاه قلت له نقدر ناخذ معاك تصويره، قلت له اه، صيفط ميساج نبيل قلت له فينك، قال لي راني كاين داخل، قلت له جينا نشوفك ندير معاك تصويره، خرج درت معاه تصويره. زعما ماشي يعني شوف الحاجه فاش كتبغي توصل ليها راه كتوصل ليها، دابا هادي فيها شي عيب. علاش مشي لروسيا؟ مشيت لروسيا لان كانت عندي واحد لا مارك اللي باقا انايا سفيره ديال ديك لا مارك قبل ما نبدا الشغل. دابا وليتي كتسولي وكتجاوبي. حيت انا سفيره ديال واحد الماركه اللي صيفطوني وفوالا عادي، يعني زعما انايا ما تنفهمش هاد الناس اللي تيقول لك بومادا صفراء وكنشوفوها باغتو اكسيتيرا. واحد كيعيط لك غادي تمشي لعندو، غتلبي الدعوه ديال كل واحد اللي غادي يعيط لك. اذا مشيتي. ما عيطتش حتى شي واحد انت في المنتخب. عيط لي الروح الوطنيه ديالي، انا كنت فرحانه ومفتخره بالمغرب. ولكن بروسيا. الناس انتقدوك قالوا هذيك البلاصه اللي جالسه فيها ليلى حديوي كان من الاولى يجلسوا فيها نجوم كبار ديال الكره المغربيه. كل واحد كيدبر على راسه، واش انت جاتك اون انفيتاسيون في اي بي تقدرتي تدبر عليها باسكو كتعرف شي حد ولا شي حد عطاها لك تقول له لا؟ علاش زعما علاش خصنا دائما نديرو غير في كلشي نخليو كلشي الا ليلى حديوي؟ علاش ليلى حديوي هي اللي دراكم في راسكم؟ عندك حساب لكم راني باغتو راني كنلصق في بنادم ونقول له عافاك دوزني ولا دير ليا. غنيتي كاع عليك؟ ما غنيتش. شوف مراد ما تشوفش الله يعلي الله يخليك، انا راه ما غنيتش وانا ماشي مغنيه وما عنديش الصوت ديال الغنى، حيت كون كان عندي الصوت ديال الغنى. حيت ماشي صدفه سماوك كوماد الصفا. شوف كون كانت عندي الصوت ديال الغنى كون راني غنيت قبل من هادشي كامل. مي انا ما عنديش مع الغناء، وسي ماشي شي هوايه اللي كنبغي نديرها، هادشي علاش ما درتهاش. وهادشي اللي درت ديال الملحمه عيطوا لي قالوا لي فوالا راه عيطوا لنا شي ناس من هذا طاطاطا، خصك ولا بد تكوني معنا. وعرفتي شكون اللي غيكون فاش كتشوف داك الكاستينغ اللي ديجا كاين حاضر كتقول له انا غادي ندير معاهم بيسكو طلبوها مني. دونك فاش كتمشي كتقول لهم اوكي غنغني باسكو قال لك سي بوغ ان بوت بوغ طون بيي، كتقول اوكي غنديرها. ولكن انا كنت استشرتي معايا نقول لك ليلى قولي لهم انا ما كنعرفش نغني. قلتها لهم قسما بالله، لا قلتها لهم، قال لك ماشي مشكل عندك اون فراز غادي تغنيها واون بليس ستوديو وغنقادو لك غنديرو لك وهذا. وبدا تيقول لي والله الا صوتك زوين والله. اذا هادو منافقين كذبوا عليك. نقول لك واحد القضيه، نقول لك واحد القضيه مراد، ما بين الاصدقاء ديالي اللي كتعرف كلهم مغنيين تقريبا، قالوا لي تو شانتي جوست الغنى ديالك في الجمله اللي غنيت كانت كوريكت. ماتنا الا كان لي بارول ماشي هما هذوك، ولا التورناج ماشي هو هذاك، ولا الفيديو ماشي هو هذاك، ولا الكليب ولا اخراج ولا شي حاجه، انا ماشي سوقي في داك الشيء حيت انا ما درتش داك الشيء. انا قالوا لي غني، غنيت وخرجت. علاش كلشي اللي غنى ما وقعش عليهم مشكل غير ليلى حتي؟ شنو رايك في الفنانين المغاربه اللي الوضعيه ديالهم مزريه؟ خاصهم ينوضوا يتقعدوا. شوف زيد الماء زيد الدقيق، tu investis هنا غادي تجيب لك فوا دو هنايا. سي tu investis با tu peux pas avoir، ما يمكنلكش تجيب شي حاجه من على برا. ماشي الخدمه هي نبقى جالس ونبقى منفخ ونبقى جالس مور داك التليفون ونبقى نكريتيكي وندخل في ان كونت اللي ما معروفش بسميه ما معروفاش، نبقى كي تيقولوا نطيح بلا بيرسون. تقولي للناس اللي كيوجهوا لك انتقادات يوميا عبر مواقع، الله يرحم لهم الوالدين، بالعكس حيت هذوك راه بلا ما كيحسوا راه هما اللي تيديروا لي الاشهار. انت نشيطه على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتي مؤخرا صوره ليك مع سعد المجرد قبل راس العام. قبل راس العام شنو راج بينك وبينو؟ شنو قلتو وعلاش مشيت؟ اولا علاش مشيت؟ حيت كنت باغا ندوز راس العام تمايا العطله ديالي، وثانيا لانه صديق ديالي، وشحال من واحد غادي يقول واه مشات تلصقات فيه الوغ كو هو صديق ديالي، دونك ولا بد غادي تمشي. شوف الصداقه كتكون في الشده وفي المحبه، يعني ماشي حيت صافي نتايا عندك شي حاجه خايبه ما بقاش ماشي حيت مرضتي صافي ما غنمشيش نشوفك. انا صاحبك غنشوفك في المره والحلوه. هو ما مرضش، هو عنده واحد الوضعيه خاصه لانه لا متهم مرتين بالاغتصاب. شوف داكشي سوقه داكشي حياته داكشي، انا تنظر لك
انسانه مشات شافت واحد الانسان اللي عندهم علاقه صداقه، اللي عندهم واحد القصه، اللي ماشي حيت صافي نتايا راك في فرنسا ما نمشيش نشوفك. انا تنبقى في الحل لهذوك الناس اللي كانوا تيقولوا صاحبي صاحبي وقع يمكن شي سوء تفاهم وما مشاوش قلبوا عليه ولا حاولوا يهضروا ولا شي حاجه، فهمتي؟ كتخاطبي ميران بحبيبي؟ اه حبيبي كنبغيه وكنعزو ودائما انا غنكون معاه وانا اللي احتاجني لا هو ولا والديه انا معاه. وكيف قلت لك صديق في الحلوه وفي المره. شتك كديري التقديم، شتك كتمثلي، دار الدوره، شتك كتغني، دخلت للدار حليت الباب جلست حليت التلفازه لقيتك دايره السينما ودايره عرض الازياء، جوج قنوات. اخويا اش بغيتي ندير؟ واش عباد الله واش بغيت نعس؟ صون عليا التليفون، جاني ميساج فيه فيديو ديال ليلى حديوي مع كريستيانو. الحمد لله. خرجت برا هزيت عيني في واحد البانو لقيت ليلى حديوي. وهادشي راه باقي ما درت لا ماناجر، ما درت ايكيب معايا لا والو، داكشي ديال الله. ليلى حديوي عندها كود بيستون ولا لا؟ كود بيستون كون بغيتو كون درتو شحال هادي، لان الكود بيستون غيصدق مره واحده، ولكن من بعد هذيك لا بيرسون اللي عاوناتك غادي ترجع واحد 10 سنين راني طلعتها وغتبقى تهضر. وانا النهار الاول فاش بديت وفاش قلت غادي نبدا هذا الميدان هذا عرفت راسي غادي نوصل هذه النقطه اللي غنوصل لها دابا اللي انا حداك وما نعطل على حتى شي واحد. وكنقولها ونقولها كاع في الكاميرا اذا بغيتي، ما عطل على حتى شي واحد يحل فمه يقول لي انا درت لها ولا عطاتني شي حاجه باش وصلت لهذا الشيء اللي وصلت ليه ولا دارت ليا. نشوفوا اسئله الشارع المغربي للفنانه ليلى حديوي. الى شي نهار تعرض عليك تمثلي في شي فيلم مصري واش غادي تقبلي اه ولا لا؟ واش تقبلي تزوجي بيه؟ عندك شي وليدات يا ليلى ولا لا؟ كيفاش بالحكم ان باها يعني متدين وهادشي وتلاحت لها الميدان؟ نمثل في فيلم مصري ماشي زعما شي حاجه اللي غتخلعني، اذا اقترحوا عليا شي فيلم مصري علاش لا؟ سؤال ثاني قال لي واش تزوج به، باقي صغير عليا ما نقدرش نتزوج به. سؤال ثالث واحد قال لي تقدر تخرج من الفقرات ديال رمضان دي مومون كو المخرج والمنتج كيعيطوا لي دونك ما نقدرش نخرج بشي حاجه اللي عاجباني انا. السؤال الثالث اذا عقل الرابع ولا الثالث شنو قالت لي؟ قالت لي على علاش بابا متدين وانايا فهاد الشيء زعما الحمد لله ما تندير حتى شي حاجه خارجه للطريق. ما كتستغربيش ملي كتشوفي الناس كيتصوروا معك في الزنقه وداك الشيء وكتلقاي انتقادات؟ بنادم بعد خطرات كي تيكون عنده ما يدار وكاين بدات بعض الخطرات كنقول بان مع راسي هذاك السيد وهذيك السيده ديك الصباح فاقت خاسره ما شرباش قهوتها ولا ما رشقاش لها وتقول اجي نعيرها علاش هي تكون ضاحكه علاش غنتكون قيدها علاش الله بردت دونك بحال اللي كتبرد فيها شي حاجه وكنقول اسباغا فرحتك في ديك الوقيته بحز. نعم ليلى حديوي وانت طفله قلتي بالحرف للصويري الا ما تشهرتش اجي عكر لي. بعدا الصويري خصنا نوضح واحد النقطه لان الصويري عزيز عليا بزاف 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 لدرجه انني فريمون تنعتبره بحال الاب ديالي لانه هو كان صديق الاب ديالي كان تيجي عندنا دائما للدار وكان تيدور معايا ب 20 درهم كنت كنهار اللي كيجي الصويري ما الصويري لا كان 20 درهم وانت باقي برا واش كتمشي تشري بها ذاك المسكات وذاك الفاليد راه شي حاجه 20 درهم لا كنت تجي بعد خطات يعطينا 50 درهم وحنا ثلاثه الدراري اللي فرحانين غادي يتغدى عندنا الصويري بغيتي ديري خاطر وقلتي لي ديك 50 درهم لا ولكن عشني عطيتني 20 درهم اليبوك راه كانت 100 درهم شي حاجه ولكن عرفتي الصويري اليبوك راه كان هو شي حاجه اه راه كان شي حاجه فنان كبير وجاد 20 درهم من جيبه قلت لك قلتها لي فاش كنت مانكان واحد النهار وتلاقينا في واحد ديفيلي نعم الا سولتك وقلت لك المغني الدوزي ولا الريفي ولا الشاب يونس شكون هو؟ شكون هو الريفي؟ شكون هو الريفي؟ واحد النهار دار معاهم واحد لانترفيو وقالوا لي ليلى حديوي قال لي شكون ليلى حديوي؟ عطينا وجهه وجهه زوين منين؟ المهم رجعوا واش الريفي؟ اها الشاب يونس الدوزي ولا الدوزي؟ شاب يونس كيعجبني بزاف لان عنده واحد الصوت رائع جدا، الدوزي صاحبي تا هو وعزيز عليا تا هو بزاف، مي شنقول لك الدوزي قديم عليه بزاف على الشاب يونس، وخصني نختار واحد سي سا؟ نعم. صعيب هاد القضية، جو سي با، حيت كل واحد عنده سون ستيل. يلا نقولوا الشاب يونس لان الدوزي راه معروف و نقولوا الشاب يونس. نشوفوا انتقادات الشارع المغربي للفنانه ليلى حديوي. ما كيعجبنيش بها حاجه وحده متطفله على واحد الميدان
هو ميدان الفن صراحة. وبالنسبه لي ما كيعجبنيش فيها هي انها زعما كتكثر بزاف من انها تلوح لي مارك وداكشي، حيت بنادم دابا كاين اللي معجب بها ولكن بالنسبه لي مارك ديالها ماشي سهله اجي ودير بحال زعما جون بحال كتقول له سير شرب كاس الماء، راه ماشي سهله هذه اولا. ثانيا فاش كيقول لك كنطفل على الفن، راه الفن راه راه فيه بزاف ديال الاشياء، ماشي غير الفن هو العرض الازياء ولا هو التصاور ولا هو يعني خصهم يعرفوا بان الفن راه ساني فونتاي. وفاش كيقول لك ليلى فيها العياقه اكسيتيرا، هذه مالوغوزمون كلشي تيحسب له راه ليلى فيها العياقه، الوغ كان اللي ما كيعرفنيش عن قرب راه تيقول له راه ليلى فيها عياقه. علاش؟ لانني دائما ماكيي، يمكن حيت فاش كنتمشى بالطالون تنتمشى دغوات بزاف، يمكن حيت تنكون دائما لابسه انيقه في لي بوديوم في التصاور. انت كيشوفوك ديما في عروض الازياء ديرها وهزاني فيك الفوق بعدين يمكن علاقه. انا ماشي هكا، راه نبغي نبدل فراسي، ولكن انا هكذا يعني ما فياش العياقه ومتواضع بزاف، ونقدر نجلس معك دابا وناكل معك الخبز والزيت والزيتون بخير، كاع اللي ما كانش عندك زيتون ناكل معك زيت العود عادي بلاش. كاع احنا كاع ما عندناش ما نديرو بالماكله، يعني ماشي وقت الماكله دابا. شميتي ريحه الطاجين واقيلا؟ لا، هذاك برنامج اخر كيتصور ديال الطبخ. داكور، ولكن ما فيهش جو. الا قلت لك ليلى حديوي عرضات 10 تكاشط في واحد عرض ازياء، شحال غتاخذ؟ نقدر نديرو ب 0 درهم ونقدر نديرو ب 100 درهم. الا سولتك فين وصل الموضوع ديال السرقه اللي تعرضتي ليها مؤخرا؟ شوف هذاك الموضوع ما بغيتش كاع تنفكر فيه، لان تنقول سي ان كو اللي شي حد كان عارف فين عندي الكوف وفين هذا الشيء. سمعت بان في هذه السرقه مشات لك حوالي 80 مليون. نقدر نقول لك اكثر، لان شي حوايج اللي انا ما عرفتش الثمن ديالهم، ونقدر يكون حطيت دابا داك الحوايج اللي حطيتهم عند المدرب غيقول لي الثمن ديالهم، حيت انا ما مثلا ضمة ديال جداتي الله يرحمها اللي مشات في داك في داك الكوفر فور، راه جو سي با شحال كتسوى، دونك ما نقدرش نقول لك الثمن ديال هذيك المضمه بشحال غادي تكون تتسوى، وقديمه وثقيله وداكشي دوك الخدمه ديال زمان والذهب ديال زمان والخدمه ديال زمان اكسيتيرا، وكانوا بزاف ديال لي بيجو ديالي فاش كنت صغيره وديال بنتي فاش كانت صغيره. المهم زعما بصح كان دياموند، كان لي دياموند. قال لك اسيدي شدوا داك العصابه وحقها فاش شدوهم، قال لك الفلوس طردقوهم والذهب ذوبوه سبحان الله دغيا كيذوب، ما عاد تقول عندهم داكشي هذا. التلفازات بيان سور تباعوا، لي زورديناتور تباعوا، الماكن. المهم شوف الله ياخذ فيهم الحق. نشوفوا فقرة ألبوم. هذه أول مرة عرفت شنو هو العكار، وفرحانة اللي دايرة العكار وتنبين سناني ودايرة ديك نعم أنت قديمة في هادشي ديال العكار. كنموت، كنت كندخل لاصال دو بان ديال مرات حبيبي هما كيتعشاو، وأنا كنبقى ماكي وداكشي، وكيبقى يدقوا عليا تنقول لهم أنا جاية، تنمسح زعما راه ما عاقوش بيا. وهذه فاش كنت صغيرة كانت عندي 3 زون، وهاد التصويرة هادي تكون عندي 30 30 ولا 31. هادي اخر ديفيلي اللي درت في كازا، وانس ياسين اللي هو صديق ديالي والاخ واليد اليمنى و كل شيء ديال سي ليلى حجيوي. هادي شكون عطاها لك بعد؟ هادي باقي ما خرجاتش. هادي عطاها لي واحد المخرج. واحد المخرج اللي كنوجه ليه تحيه، سميتو اكتاروس، كنمثل واحد السيده عندها 50 عام وعندها الاولاد ومقهوره و فام دو ميناج. ندوزو الفقرة عندي ما يفيد. عندي ما يفيد انك كنتي دري حتى وصلتي للسن 14 سنه. ماشي كنت دري، جيت ان غارسون مونكي اللي ماشي غارسون مونكي، ماشي اوتوماتيكمون دري. دونك الوغ كبرت مع الدراري اللي هما خوتي دراري، لي كوزان دراري، وكاع لي كوزان ديال العائله كاملين تقريبا كانوا كلهم دراري، دونك جيتي لا فغي في وسط هاد الدراري كاملين. وباش ندخل لهاد المجموعه ديال الدراري خاصني نكون انا دري باش نقدر ندخل للعب ديالهم ويديوني معاهم ونقدر، حيت اذا بقيت بيتيت في نقدر انا غادي يخرجوني. وكانوا تيقول لي في الاول خرجي ما تبقاش معنا، انت دريه. حتى واحد النهار قلت لهم صافي انا راني بحالكم، دونك بليت كلبست الجين ديال خوتي، سبرديله، نجمع شعري،
صراحه القصه ماما بدات تقول لي ولي بنيتها ولي هذا، وتنقول لها لا انا دري. ليلى حديوي، عندي ما يفيد بانك عندك مشكل في الديون. ديون؟ نعم، الدار والطوموبيل واشياء اخرى، يعني عندك مشاكل في تسديد الديون. تسنوا قالك لك عندي ما يفيد، شنو الافاده هذه اللي دابا درتي؟ ما كاينش هذا المشكل، كل واحد عنده كريدي عايش بالكريدي والحمد لله بخير، يعني كل واحد عايش بكريدي وكيخلص كريدي. خايبه هي ما تقدرش تخلص الكريدي ديالك، والحمد لله الحمد لله عمرني ما وقع لي مشكل، حتى هذه ما يمكنش تكون عندي مشكل. اذا كان عندي شي دين مع شي واحد خصني نرجعوا ليه. وعندي وصل الكريدي ديال الدار والطوموبيل، انا باقا كنخلص دايره على 25 عام وبخير بشويه عليا. ما كيضركش خاطرك بعض الناس اتهموك في التجاره ديال الموت ديال الاب ديالك؟ كيفاش حسات ليلى حديوي اول مره انها فقدات فعلا الاب ديالها؟ فاش مشيت للسعوديه انا مازال كنعقل، تيقول لي اسر بنتي الله يرضى عليك، هادشي اللي باقا تنتفكر تيقول لي الله يرضى عليك والله يسهل عليك والله يعطيك شي ولد الناس اللي ما يعذبك ما يمحنك. هادي مازال كنعقل عليها، كان قالها لي قبل ما يسافر، ولا بد غادي تفقد شي واحد اللي طرف منك ولا راه ماشي ساهله، راه كان هو كل شيء، يعني واخا ماما هي كل شيء ولكن بلاصه الاب ماشي بلاصه الام. وبابا كان هو اللي كنستشروا معاه، هو اللي كان هو الراس الثقيل، هو اللي غادي ما عندك حتى كلينكس. ليلى حديوي، كلمه اخيره. كلمة أخيرة، أنا فرحانة اللي بعدا تعرفت عليك، لأنني كنت كنشوفك في الريزو سوسيو، عجبني بزاف هذا البرنامج ديالك تنتبعو، وفي نفس الوقت كتقربنا من الناس ولا لي زارتيست. تبارك الله عليك مراد، وفريمون مسيرة موفقة ليك ولكاع ليكيب اللي خدامين معاك. كانت معكم ليلى حديوي الإنسانة، السلام عليكم.